السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في قناه ام زياد. اليوم جيتكم بواحد نصاوب معكم واحد الطاجين ديال الحوت اللي كيجي رائع رائع وبنين. تابعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخر باش تشوفوا الطريقه ديالو. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم غنصايب معكم واحد الطاجين ديال الحوت. عندي هنايا الحوت الابيض، ها هو، وعندي هنايا واحد الحامض مصير، وعندي هنا واحد المعلقه ديال الماطيشه المركزه، وهنا عندي الزيت، هنا عندي الثومه والربيع والفلفله حاره، هنا عندي العطريه، كاين الهريسه مطحونه، الفلفله حاره مطحونه، كاين التحميره، كاين الابزار، كمون، داك القزبر مطحون، الملحه، وهنا عندي ماطيشه اللي مقطعه هكا، والفلفله خضراء حتى هي مقطعه. هنا عندي عصير الحامض هنايا في هاد العصاره هادي. وغندوزو للطاجين اللي فيه خيزو مقطع مكعبات، غندير هو التحتاني في الطاجين، عاد غندير فوق منه الحوت، منديرش مطيشه والفلفله، غنخليهم هما الفوقانيين باش ما يحرقوش ليا المرق ديالي. سمحوا لي، راه كنصور بيد وحده وكنهضر وكنوريكم باليد الاخرى. ها انتما هنايا غنديروا هاد المطيشه هادي. المهم غنخلط بها هذيك المعلقه. هنا غندير العطريه، هنا عندي داك القزبر والثومه المقطعين، غنزيد عليهم عصير الحامض. هنا عندي واحد جوج عصير، جوج حامضات معصرين، وندير شويه ديال الزيت، ندخل هاد العطريه كامله هكا بيدي. هاد الحامض المصير هذا انا غنحيدو، تنديرو من الفوق، نخلي شويه في هاد العطريه هادي ونرجع معاكم. انتوما انا غنشعل على الطاجين، هذا الطاجين ديالي. انا درت داك الحامض اللي مصير، وهنا غنهز الحوت اللي مرقد في العطريه ونصيبه في الطاجين. نحطو كامل فوق هاد خيزو هذا، هنا غنستف عليه هذيك الفلفله، غندير مطيشه والفلفله وكلشي فوق منه، وغنخليه يطيب. عندي مطيشه والفلفله نديرهم بحال هكا فوق منه، نبقى نستف هاد المرصوات كاملين،
ديال الفلفله ومطيشه فوق من الطاجين. وهنا غندير الحار، ها هما اللي عندي هادو ثلاثة، الحوت كيبغي الحار، وعندي داك لاصوص هو غنخوي فيه شويه ديال الماء وغندير فوق من هاد الطاجين ديالي. هانتوما هو هذا الطاجين اللي راه شعلت عليه، ونرجع معاكم. هانتوما الطاجين مش ستفت فوق منه مطيشه والفلفله، درت هذاك لاصوص من الفوق. انا غنسدو وغنخليه يطيب، ملي غيبدا يغلى ان شاء الله غيبدا يتقلى انا غنوريه لكم. هانتوما كاع المراحل غنشوفوها معايا ان شاء الله بحول الله. هذا هو الطاجين ديالي ديال الحوت، ها هو اللي قلت لكم راه غيبدا يتقلى ويغلى، بدا راه بدا كيطيب، نرجع معكم نوريه لكم. كنهزو هكا نسقيوه من الفوق باش تدخل لي ديك المرقه وديك اللذة ديال الملحه والحامض، نخلي حتى يطيب مزيان ونشرب هاد الروعه. هاد الروعه ما زدتو حتى شي حاجه غير هاد المطيشه اللي كديره، هي اللي طلقت هاد الماء ديالها. نخلي حتى يشرب مزيان، يبقى غير ديك الزيت، ونرجع معكم باش نوريه لكم. هو الطاجين ديالنا، هانتوما شفتوه شرب ديك المريقه ديالو. دابا غنطفيو عليه ونخليوه يبرد. هو هذا الطاجين ديال الحوت، نتمنى الله يعجبكم هاد الطاجين هذا، وبالصحه والراحه. وما تنساوناش بلي لايك واشتراك وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي. وشكرا لكم بزاف على التتبعات ديالكم. الى اللقاء.